صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم. النهاردة ناس كتيرة قوي بتسألني، بتقول لنا اعمل لنا حلقة من موقع اوليكس وعرفنا ايه هو موقع اوليكس. اولا هعرفكم ايه هو موقع اوليكس. موقع اوليكس هو موقع هنا في اوكرانيا، الناس كلها بتشتري من عليه وبتبيع كل حاجة وإيجارات وبتاع. أنا هعمل النهاردة حلقة عن بيع الشقق والمساحات، وحلقة وفي نفس الحلقة هعمل هتكلم عن إيجارات الشقق في إيه في مدينة خاركوف. إن شاء الله نتفق مع بعض جميعا، بس أهم حاجة نتفق على مدينة تاني تحبوا انتوا حضراتكم تقولوا عليها. لما الاقي الاراء اتجمعت على مدينة معينة هعمل لهم حلقة عن عقارات او الشقق تحديدا والبيوت والاراضي والحاجات دي كلها للناس اللي غاوية وبتسألني عن اوكرانيا بالنسبة للعقارات. خلينا بقى نخش في موضوعنا ده. خلينا نقرأ الاول بريدام كوبرتيرو بيع شقق. طبعا هنا معانا شقة ب48,000. انا بقول لك ليه الحلقة دي كده، عشان حضرتك لو عندك وديعة في بلدك وجاي على اوكرانيا مقيم، تبقى ايه عامل حسابك ان انت جاي معاك الفلوس. شقة ب5,800 دولار، شقة ب57,000 دولار، شقة ب15. طبعا انت انا هوريكم بتستعملوا الموقع ده ازاي. طبعا انت بتحمل ابلكيشن موقع اوليكس من على جوجل بلاي، وبعد كده بتخش تسجل فيه، وبعد كده بتخش بقى تكتب البحث، كلمة البحث فوق اهي زي اللي انا كاتبها دي اهو. طبعا ايه خلينا نخرج نرجع تاني ماشي. وايه وحضرتك بقى بتدور وتبحث على الشقق اللي انت حابب ان انت تشتريها. طبعا شركات عقارية حاطة طبعا اللوجو هو بتاع الشركة، شركة عقار. طيب انا دلوقتي معايا 25,000 دولار مثلا، وعاوز اشتري الشقة اللي هي دي. الشقة مكتوب فيها ان دي اوضة واحدة، خلينا نخش فيها. طبعا شراء العقارات بيختلف من مكان لاخر. شقة مساحتها قد ايه، قريبة من المترو. طبعا دي شقة متواضعة جدا على كده ماشي، قريبة من المترو. وبعدين بتخش تلاقي ايه لو عملت رفعت كده هتلاقي طبعا في رقم تليفون. دي بقى البيانات بتاعت الشقة كلها، بيكتب لك البيانات كلها ما بيغشش. وبعدين بتلاقي الناس المسؤول عن الشقة. طبعا دي شركة عاملة اكتر من اعلان. خلينا نبعد عن الشركات ونخش على حاجة مثلا حاجة، خلينا في الحاجة رخيصة. طبعا كل الأسعار زي ما انتم شايفين 285,000 دولار، 25,000 دولار، 57,000، 54,000 دولار. أنا بحاول أقرأ لكم 41,000 دولار، 49,000، 23,900 عشان الفيديو ما يطولش ويبقى إيه على حضراتكم كبير. فخلينا نخش دي أوضة واحدة ب 23,000 دولار. خلينا نخش عليها. طيب نبص على رقم التليفون لصاحب الشقة. النت تقيل جدا النهاردة اهو. ده رقم الشقة صاحب الشقة. طيب نمشي كده نطلع. دي كل دي البيانات بتاعة الشقة. 6 متر، معرفش ايه، غرفتين. دي صاحبتها اسمها مارينا، ماشي، عايشة في مدينة خاركوف، عاوزة تبيع شقتها. ناس بتبيع وبتشتري اكترهم ستات، يعني انت لو لاحظت هتلاقي كلهم معظمهم ستات. مش معنى ان انت تكلم واحدة ست ان انت هتبقى صديقها او تعمل معاها علاقة، الكلام ده مش موجود هنا. الناس هنا بتتعامل مع بعض راجل وست كأنهم كائن واحد. لازم نخلي بالنا من الحكاية دي. طبعا ارقام زي ما انتوا شايفين، وهم دقة قوي في الاسعار، يعني 17,999. طب ما تقول 18 وتخلص ونجيب من الاخر، ولا خليها علينا يا عم وخليهم 563,000. في ناس بتبقى كاتبة السعر قابل للتفاوض، وفي ناس بتقول سعر نهائي. 49,000 شقة، 63,000، 190,000. طبعا ارقام، ويقول لك اوكرانيا بلد فقيرة.
الارقام دي يعني انت لو في بلدك وعاوز تعمل حاجه بالرقم ده، ال 190 ولا الارقام اللي انا بشوفها دي، ولا 55 ولا مثلا 99,000، 100,000 دولار، 103 شقه اهي، 2 غرفه، دي برضو شقه 99,000، دي برضو 2 غرفه، شقه ب 30,000 دولار، شقه ب 17,450، يعني عارف حاجه تفقع الاجزاء، يعني شقه ب 43,000 وبتحط الاعلان بتاعك وتروح قايل ايه، يا حنان يا منان يا خالق الدنيا باربع تركان، الفرخه بجناحين والارنب باربع رجلين، وعجب عليك وبكيا واديها. ده موقع اوليكس يا جماعه، 14,500، 59,000 ومش عارف ايه، 59,000 بس، 22,000. بقول لكم ليه كده؟ عشان لو حضرتك طبعا عندك مال في بلدك وحابب ان انت تيجي تقيم هنا في اوكرانيا، واوريدي انت معاك الاقامه الدايمه او معاك اي اقامه، وعاوز تشتري وتستثمر عقاري ليك، استثمار عقاري، فيبقى انت عارف الايه التوتال بتاع الحد الادنى والاقصى بالنسبه لاسعار الشقق. يعني واحد كاتب 6,000 دولار شقه اهون، نت فوطه ما فيش صوره، جاب من الاخر 45,000 دولار و500. في ناس ما بتحبش تحط صور شققهم يعني، وما بيحبوش هم كمان يردوا على تليفونات، وعندهم عادات كده غريبه. في يوم كده اتكلم مع حضراتكم عن عاداتهم. شقه ب 14,500، شقه دي غرفه واحده، شقه يوه عن النيله، احنا مش هنخلص احنا من التليفونات والكده. ماشي يا جماعه معلش، ما هو انا اول ما بفتح لازم التليفون، وما بعرفش اقعد والله، رن في تليفون واتساب مش عارف ايه الحاجات دي كلها. ناس كلها محترمه وبتبقى عاوزه حاجات، بس اوقات احيانا انا ببقى بعمل حاجه ومش قادر اقفل النت صراحه، وانا بصور السكرين شوت ده لاني لازم نت، فطبعا ايه رسائل بقى واتساب، ده غير ده انا الفلوج ده عدته بتاع 30 مره والله، والله العظيم زي ما بكلمكم كده عدته كتير جدا، يعني 13,500، 19,000 دولار، 144,000 دولار، 22,000 دولار. ده بالنسبه، وبقى مش عاوز اقول لكم هتفضل تعمل كده ماشي اهو، تجيب من تحت حاجات كتيره وعقارات كتيره، تحمل بس صفحه تحمل. بصوا النهارده النت غريب الشكل، 25,000، 68,000، وكله حاطط صور، ومعظمها شقق بتبقى مفروشه فيها عفش او ايه فاضيه حسب اتفاقك مع صاحب الشقه. واحيانا الناس بتاخد الشقه بعفشها بحاجتها بالميكروويف بالبوتاجازات بالثلاجات، او والله العظيم زي ما بكلمكم كده، لان ايه هيحمل الحاجات دي ويبيعها، هتبقى بالنسبه له صعب مشال ومش عارف ايه وبتاعه، ومفيش حد محتاجها، فايه بيكبر دماغه ويبقى مزود نسبه بسيطه في الايه في حق الشقه عشان يخلص. شقه في حاجات بجريفن، يعني الجريفن يا جماعه النهارده ب 27 جريفن الدولار، يعني ال 100 دولار ب 2700، ممكن يزيد سنه يقل سنه، بتبقى ايه حاجات ايه مش يعني حد لو حد شاف حاجه بالجريفن، يعني دي ب 405,000 جريفن، شقه جنبها ب 21,500 دولار، في شقه ب 5,000 دولار اهي، وشقه تانية ب 5,600. خلينا ادخلكم افرجكم على الشقتين دول، يمكن تعجب حد فيكم. اهي الشقه طبعا شقه متواضعه ومتوضبه توضيب تعبان خالص، هتاخدها وتوضب وايه وتصرف انت. ونصيحه في اوكرانيا، شراء العبد ولا تربيته، ما تخبش خبتي وتشتري بيت وتقعد توضب والكلام ده كله، امور كتيره. بص طبعا شكل الشقه تعبان بالجامد يعني، فانت هتشيل بقى تفور ده كله وتعيش حياتك، هتصرف ايه قدها مرتين. فنصيحه اشتري شقه متوضبه افضل، تاخد على المفتاح وتسكن افضل. العمارات جميله، هي شقه باوضه واحده، الاوضه واحده، اشرح لكم الاوضه الواحده يا جماعه، بتبقى اوضه كبيره حوالي 5 متر او 6 متر في عرض، برضو 4 متر ولا حاجه، ومطبخ وحمام وكاريدور طرقه، يعني كاريدور طرقه، حاجات كتيره جدا هتلاقي بالشكل ده، غرفه واحده قديم كومنطه. كل ده يا جماعه الناس هنا ما بتختارش المساحات زينا، ما بيحبوش المساحات زينا، هو كفايه قوي اوضه تلمه هو وزوجته
وغالبا ما بيبقاش عندهم اطفال. يعني ايه؟ عشان الناس بس تبقى ايه عارفه، شقه ب 10,911، شقه ب 36,000، شقه ب 32,900. هم بيدققوا قوي في الارقام، 99 وحاجات كده يعني، شقه ب 7,800. انا بقول لك الاسعار دي ليه في بيع الشقه، يعني في شقه ب 3,500 دولار اهي، دي هتلاقيها غرفه واحده وهو شكله هي دي بس، يعني هي الصوره دي بس، وتعيش انت حياتك معاه. شقه ب 29,500. نصيحه للناس اللي بتفكر بقى تقعد دلوقتي، 3,500 دي تناسبني قوي اجي واخد عليها اقامه، مفيش الكلام ده، مفيش لا اقامات ولا في نيله، بتاخد تاشيره قصيره المدى. يعني عشان الناس ايه، خلاص المهرجانات بتاعت زمان و2018 والقوانين 2019 فوروا الكلام دون ولغوا الكلام ده، عشان الناس تبقى عارفه اللي ليها واللي عليها. شقه ب 58,000 دولار، شقه ب 25,900، شقق كتيره جدا، معاك اي مبلغ هتلاقي شقه تناسبك، وعيش ويدينا ويديك طولة العمر في التوضيب. فنصيحه اللي يجي وعاوز يشتري شقه، اشتري جاهزه وريح دماغك، ما تشتريش بيت، ما اوعى 12,000 18,000، ما تشتريش بيت 17,000. انا زي ايه وانا بتكلم ايه بشرح لكم حاجات، ما تشتريش حاجه ولا تشتري بيت. ليه؟ البيت المرافق بتاعته بتصرف اكتر من الشقه، يعني الشقه ممكن تدفع لها تدفئه مثلا 100 دولار مثلا، في حين ان انت ممكن تدفع للبيت 300 دولار. فنصيحه اخويه بنصحها لكم وبنقل لكم حاجه وثقافه ناس وبيع وشراء الناس، مش اعلان للعقارات ولا الكلام ده كله. فالناس عشان الناس تبقى مسؤوله وفاهمه، ما يجيش واحد يقول لي ايه والنبي شوف لنا شقه والنبي شوف لنا بتاع. انا بتكلم الناس اللي هتيجي وتعيش هنا في اوكرانيا اوريدي وعاوزين يعملوا استثمار عقاري، ماشي؟ طبعا زي ما انتم شايفين، انتوا اقروا بقى المبالغ 17,000 و14,190 شقه اهي، يعني من الحاجات اللي تضحك اوضه واحده اهي. فطبعا وطبعا كله لازم تلاقي رقم التليفون، لازم تلاقي رقم تليفون اللي انت هتكلمه. طبعا ايه لما بيعمل كده بيبقى النت ده من النت، لكن في رقم تليفون طبعا. شقه ب 74,000 دولار، شقه ب 23، شقه ب 56,500، 1000 طبعا دولار دي بالجريفن، يا نهار اسود 2,500,000 جريفن، دي شقه وده بيت، ده باين ولا ايه؟ معرفش مصورينه اهو. موال كبير وحكايه كبيره جدا يا جماعه. انا بس ايه حبيت ايه اعرفكم الناس بتتعامل ازاي. طيب انا دلوقتي عجبتني خلاص اوريدي مثلا الشقه ب 60,000 جنيه، 60,000 دولار عفوا، هخش كده هروح ناقر عليها، ماشي؟ طب عاوز اعرف تفاصيل عن الشقه دي، بروح عامل كده، ماشي؟ انا دخلت في الصور طبعا ايه، بتعمل كده اهو، بص تفاصيل كل شقه بيكتبها لك، ما بيكذبش عليك ويقول لك الموضوع عامل ازاي، والحكايه الغرف قد ايه، وصاحبه الشقه اسمها ناتاليا، ماشي؟ كلهم معظمهم ستات يا جماعه، بيبيعوا وبيشتروا في ايه، في اوليكس. اوليكس ده انا هشرح لكم فيلم اوليكس ده، لانه موضوع كبير كبير جدا جدا جدا، مش قصه شقق وبيوت وعقارات، لا ده موضوع هايل. حلو، طيب خلينا نخرج من القصه دي ونخش على الايجارات. هنمسح كلمه بريدام، ماشي؟ وهنكتب ايز دام، ماشي؟ خلينا نشوف احنا عاوزين نقول ايز دام اللي انا عملته ده، معلش النضاره والله ما معايا وكده، انا ايه شكلي هلخبط، فايه عشان ما نلخبط نكتب ايز دام دم دم. طيب خلينا نبحث كده ايجارات. حلو الكلام، جالنا الايه اصدام ايجارات الشقق. طيب شقه ب 6,800 جريفن في الشهر، دي غرفتين، شقه ب 350 جريفن في اليوم،
دي شقة إيجار تبع الشركة برضو إياها ب 11500، شقة ب 330 دولار، شقة ب 5000 جريفن في الشهر، شقة ب 5800 جريفن، شقة ب 7000 جريفن، شقة ب 350 دولار في الشهر، 4500، 600 دولار. وبقى مكتوب بقى دين كومنتا، غرفتين، ثلاثة، أربعة، زي ما أنت عاوز، شغال حسب إيه مساحة الشقة. وست آلاف، 4500 في الشهر، 500 جريفن في اليوم، 480 دولار في الشهر، 400 جريفن في اليوم، 10000 جريفن في الشهر، 5000. وبتخش حضرتك بقى بتبحث في الشقة وبتكلم صاحبها اللي انت عاوز تكلمه، 30 يورو هو في اليوم، ده 9000 جريفن في الشهر، دي 300 دولار. بصوا ايجارات كتيره قوي، 8000 و4000 و1800 دولار. يعني مثلا انا لو ايه، لو عاوز الشقه اللي هي ب 5000 جريفن دي وعاوز اعرف تفاصيل عنها، فبروح ايه داخل على الشقه، وهنا طبعا رقم التليفون زي ما انتم شايفين، وادي مواصفات الشقه وايه والكلام ده كله. ولينا صاحبة غرفة واحدة اهي، ماشي، شقة ب 350 دولار اهو ايجار شهري، شقة ب 600 جريفن في اليوم، شقة ب 4500 برضو، عشان الناس ما تشغلش دماغها ويقول لك ايه انا هقسم المبلغ وهقعد 15 يوم في 4500، يعني انا هدفع لي 2500، يعني مش هكمل 80 دولار ولا 70 دولار. شقة ب 3500 جريفن، فنصهم هيبقوا 1750 جريفن، ما حصلش ايه يعني تقريبا 50 دولار. فمحدش شغل دماغه الشقة دي. والحلقة دي حلقة استثنائية زي الدوري المصري، دوري استثنائي، كل ما اتكلم واحد في التلفزيون تتفرج يقول لك ده دوري استثنائي، انا مش فاهم يعني انا دوري استثنائي ليه يعني، ماشي. طبعا الحاجات دي كلها موجودة في مدينة خاركوف. خلينا نتفق يا جماعة، الناس اللي حابة ان هي تعرف زي ما قلت في البيع، تعرف الايجارات، نتفق على مدينة، وانا مستعد ان انا اعمل لحضراتكم مدينة تانية، مفيش مشكلة، وان شاء الله باذن الله اعمل لحضراتكم حلقة عن البيوت ان شاء الله باذن الله. دي شقة وكانت ب 5300، ونزلوا السعر اهو ب 5000 جريفن في الشهر. طبعا ايه، الناس بتعمل اعلانات للشقة بتاعتها زي ما انتم شايفين، 7000، 7300. بتخش طبعا مثلا انا عاوز اجر الشقة ام 7300 دي، غرفتين حلوة قوي ليا والاولادي، مثلا الاولاد في اوضه وانا في اوضه، وبيبقى فيه كاليدور زي ما قلت لك، صاله صغيره كده او ريسبشن سميها زي ما تسميها. ودي كل المعلومات عن الشقه، وطبعا رقم التليفون بتاع صاحب الشقه، وايه دي صاحب الشقه اسمه هو، ماشي. خلينا نشوف حاجه تاني، حاجات كتيره جدا ب 4999، 9000 جريفن. على فكره يا جماعه الشقق برضو بتختلف من سنتر المدينه ل اللي هي ضواحي المدينه. لو انت ساكن في سنتر المدينه الايجار معاك بيبقى غالي جدا، لو انت ساكن في الاطارف في الحاجات اللي هي متطرفه دي بيبقى الموضوع اقل شويه. وخلي بالك ان المواصلات غاليه، فاللي انت هتوفره في السكن ان انت تسكن سكن رخيص هتحطه في المواصلات عشان تتنقل لشغلك واولادك يروحوا مدارسهم والفيلم الهندي اللي احنا عارفينه ده. فالناس المقيمه تخلي بالها من الامور دي. بص الشقق يا جماعه ومعظمها بيبقى فيها عفش، يعني معظم الشقق بيبقى فيها عفش. وطبعا ادي رقم التليفون، لازم تلاقي رقم تليفون طبعا الناس اللي عايشه في اوكرانيا، ولازم تكون بتتكلم روسي او اوكراني عشان تقدر تتعامل مع الناس هنا. دي صاحبة الشقة هي، ماشي. خلينا نشوف الشقة دي، الشقة دي ايه مساحتها وظروفها ايه. ده صبح انتريه زي ما انتم شايفين، او كنبة ركنة او سموها زي ما سموها، وبعد كده الحاجات دي بتتفرد بتبقى سرير. ده بالنسبة للناس اللي هي هتعيش في شقق ضيقة، مساحتها والله 75 متر. وصاحبتها الينا، ورقم تليفونها طبعا هتلاقوه هنا، لان انا ما بعملش اعلانات للناس دول.
احنا ده موضوعنا مش موضوع اعلانات، انا بوصل لك حاجة وبسهل عليك موضوع تاني. طبعا زي ما انتوا شايفين يا جماعة موضوع كبير، تقعد تلف وتبحث هتلاقي كل حاجة، اللي ب 200 دولار، اللي ب 6500، اللي ب 650 دولار، اللي ب 4500 جريفن، اللي ب 350 جريفن في اليوم، وتحسبها هتلاقيها ب 8000، 8000 تاني 5000 دولار، 400 في 1000 دولار، في 1800 دولار، في شقة تاني جنبها هي ب 1800 دولار. موضوع كبير جدا يا جماعة، ممكن نقعد فيه ساعات وساعات. طيب خلينا نعرف ايه موقع اوليكس ده، بتاع ايه، بيبيع ايه اوليكس ده. اوليكس ده يا جماعه عليه كل حاجه، من ابره للصاروخ، موتوسيكلات، عربيات زي ما انتم شايفين اهو، عربيه ب 5450 دولار، قوارب. يعني انا مثلا هتلاقي، هشرح لك حته ان انت لو عجبك حاجه وانت مش فاضي دلوقتي ممكن وقت تاني تقعد بقى في روقان تتفرج عليها. يعني مثلا النجمه دي بيضه لو دوسنا عليها بقت ذهبي، زي ايه الخانه اللي جنبها اللي هي بتاعت القارب، انا معلم عليها عشان ايه، بفكر ان انا اشتري قارب، فايه ان شاء الله باذن الله القارب ده انا هشتريه في الصيف ومحدش يضحك، لان انا والله العظيم عندي افكار فوق ما تتصوروا. القارب ده انا بدرسه بقالي اكتر من 10 ايام، ان شاء الله باذن الله انا هشتري القارب ده ومحدش يضحك، ده بالمقاديف بتاعته، قارب معالج ضد البنزين والزيت والزيوت ومعرفش ايه. القارب ده من هنا لهنا، من هنا اهو لحد هنا كده، من اول هنا، من اول هنا لاخر هنا، ده طوله 2 متر و10، عرضه 170 سنتي، في ارتفاعه ده 41 سنتي، هو 3 كيلو 300، هوريكم هو مقفول بيبقى في الكرتونة دي، وزنه 3 كيلو 300 بالمقاديب بتاعته بالمنفاخ كمان. ان شاء الله باذن الله ده في الصيف هشتريه، او هشتريه الايام دي، وعلى الصيف ان شاء الله باذن الله اعمل لكم رحلات في النار وهخربها معاكم، وكله بقى يحضر نفسه ان شاء الله. قناه ابو هريده هتبقى قناه عالميه ان شاء الله باذن الله، كله بدعمكم ووقفتكم جنبي. ده موتوسيكل ب 1600 دولار، بص حاجات مونيكير للستات او برفوم، برفوم ماشي. ده موتوسيكل تاني، ده جنوط ب 500 دولار، 4 جنوط اهم بالكاوتش بتاعهم، ساعه 290 دولار. بصوا يا جماعه جواكت، معرفش ايه، حاجات، ساعات، ساعه ب 4500 جريفن، قارب اهو عاوز بيت يتجرش فيه 300 دولار، خليني ادخلكم عليه. طبعا الحاجات دي بتبقى عاوزه امكانيات، وان انت تكون عايش في ايه، في بيت كبير، ممكن تجيب القارب ده وتجيب له عربيه مخصوص ليه، يبقى انت اشتريت القارب والعربيه عشان تنقل القارب للنهر. طبعا مش كل الناس عايشه حوالين النهر، ولكن بيبقى في مسافات. واحده حاطه بالطو اهو فرو، عرضها ب 1500 جريفن. هنا الناس ما بيتكسفوش يا جماعه، عشان الناس تبقى عارفه، ما بيتكسفوش خالص. واحده عارضه البالطو بتاعها، موتوسيكل ب 1000 دولار اهو، في موتوسيكلات صيني، وفي سماعات مثلا سماعه ايفون اهي ب 350 جريفن، موتوسيكل اهو ب 600 دولار، واحده عامله الفستان بتاعها اهو على مانيكان، واحده حاطه السباجيه بتاعها والبوت بتاعها 100 جريفن، اللي هو الحاجات اللي هي البلاستيك اللي ضد المايه دول، الحاجات دي بيلبسوها هنا كتير قوي. انا نفسي عمري ما افكر البس حاجه زي كده، ولكن هنا بيحتاجوها جدا لان وضع بلدهم بيبقى كده. واحده حاطه السنتيان بتاعها اهو ب 130 جريفن احمر اهو، واحد حاطط قارب تاني ب 1030 جريفن. حاجات بقى تضحك وحاجات ايه مهلكه، واحد حط تيشيرت من ايام لوكسوس عادي وطالب فيه 500 جريفن، الكلام معلوش جمرك، الحياه زي الفل. واحد حاطط كلب اهو جيرمان اهو ب 1500 جريفن. بصوا يا جماعه، واحد حاطط جرو اهو بيس بلاطنه مجانا، يعني عاوز حد يتبناه وبيتبرع بيه لحد. الناس بتعمل هنا كده كتير قوي، تلاقي واحده حاطه جزمه وبتقول ايه بيس بلاطنه ببلاش مجاني. يعني طبعا زي ما انتوا شفتوا الحاجات الجميله دي، معرفش. طب في ناس على فكره، اعلانات دعاره كمان يا جماعه، اقسم بالله العظيم في الموقع ده اعلانات عمل، انا عندي بيت عاوز اوضبه، بعلن بقول انا عاوز مثلا صنايعي نقاش، عاوز
صنايعي بتاع محارة معرفش ايه. يعني بص سوق الجمعة المصري فعلا والله العظيم تقف وسط السوق ده، وزي ما قلت في الجملة في أول البلوك، يا حنان يا منان يا خالق الدنيا بأربع تركان، الفرخة بجناحين والأرنب بأربع رجلين، وعجبي بيكيا اديها يا اسطى وإيه، وخلي الحياة تبقى بامبي والله العظيم. ذهب حلقان معرفش اكسسوارات حريمي، واحدة حاطة 3 سنتيانات اهم ب100 جريبن ممكن الواحد أو الثلاثة تشكيلة، استيك ساعة عجلة بنطلون فردة كاوتش عادي ما بيكسفوش، موتوسيكل بسنكارة هو ماركة قديمة الحاجات دي، فاكرين يا جماعة الموتوسيكلات دي بتاعت الجزارين عندنا في مصر بيعشقوا الماركة دي قوي، ب 10,000 جريبن بالسنكار بتاعه، شنطة سمكة، هتلاقي بقى ثلاجات خلادينك، هتلاقي استرالنا ماشينة، غسالة فول اوتوماتيك، مش عارف ايه، عارفين يا جماعة والله موضوع كبير. موتوسيكل بيقولوا عليه كده، او موتو او سكوتر بالروسي، كل الكلام ده موجود هنا. احذية زرع، واحد عامل زرع هو بيبيع ب 80 جنيه، كل واحد حر يا جماعة، بلد حرية فوق ما تتخيل، عربية ب 5,500 دولار، فساتين مش عارف ايه، حاجات قديمة وفي حاجات جديدة نوفي بحالتها والله. يعني مثلا اهو واحد اهو بيبيع سير، اهو سير معرفش ايه ب 120 جريفن بالورقة بتاعته بالتيكت، يعني حاجات ما بتبقاش هو اشتراها مثلا ومش لازماه، موتوسيكل اهو ب 7,600 جريفن، والله فكرت ان انا اشتري موتوسيكل، بس خايف لحسن يضحك عليا لان انا ما عنديش خبره هنا في العربيات والموتوسيكلات، خليني اعمل له نجمه وابقى اشوفه بعدين. موتوسيكل حلو شكله حلو ورخيص، حاجات كتيره قوي يا جماعه. موتوسيكل اهو ب 6,650 دولار. موتوسيكلات هنا على فكره عندهم التوين والجاو والحاجات اللي هي القديمه دي منتشره قوي 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 هنا، كلب اهو ب 500 دولار، بيت ب 67,000 دولار محشور في وسط الحاجات دي، واحد بيبيع حصان اهو ب 1000 جريفن، والله زي ما خلينا نخش نتفرج على الحصان دون، لو في الصين ولا في البلاد اللي هي بتاكل حمير وحصنه كانوا زمانهم خدوه ذبحوه، و1000 جريفن مش فلوس يا جماعه بالنسبه لاوكرانيا، ال1000 جريفن حاجه بسيطه جدا يعني والله العظيم، يا دوب يعني الواحد بينزل اقسم بالله العظيم يجيب شنطتين ب 700 جريفن قسما بالله العظيم من السوبر ماركت ويجي زي البيت، ايه شويه موز على تفاح على خبز على معرفش على لبن على معرفش ايه، حاجات تافهه جدا على بيبسات على كده، تلاقي نفسك صرفت لك 500 600 700 انت وظروفك، على طبق فراخ على معرفش ايه، حاجه بصراحه غاليه، الفلوس ما فيهاش بركه بطريقه غريبه. موتوسيكل ب 22,000 و300 طبعا، انا قلت ليه الكلام ده النهارده يا جماعه، طبعا حاجات كتيره جدا يعني ذوق، انا ممكن اقعد ساعه مثلا ساعتين اعمل كده ما جبتش الاخر، تمام. بنقل لك الناس دول بيشتغلوا ازاي وبيبيعوا ازاي، وكل واحد بيشتغل بطريقته وبيشغل دماغه، محدش بيغش حد، الناس بتقول الحاجه بالصدق، وبعدين ميزتهم ان انت بتروح البوسطه بيقول لك هتستلم في ايه، في البوسطه الجديده بتروح تستلم وبتدفع الدفع ايه عند التسليم، وبتدفع في البوسطه حاجه ما عجبتكش بتقلب فيها ايه خلاص، بتدفع حق المشاة رايح جاي بس وخلاص، بتبقى القصه ايه خساره ب 100 جريفن ولا 150 جريفن في 60 ده، هي احسن ما تلبس في الحاجه. واحد بايع بيبيع بيض ب 10 جريفن، معرفش بيض ايه ده، ممكن يكون بيض يتسو، ديكو بنيجا يا جماعه فراوله برضو الواحده معرفش بجريفن، فكده عارف يعني مانيكان، واحد بيبيع مانيكان اهو ده معرفش ايه، يعني عارف حاجات بقى انت لما تخش تقعد تقرا بقى، وايه فرد الكاوتش، واحد بيبيع فرد الكاوتش ب 300 جريفن، حاجات كتيره قوي. انا مش عاوز اطول عليكم في الفلوج ده، ولكن انت هتيجي اوكرانيا هتقيم هتنزل هتحمل الابلكيشن ده من على متجر بلاي، وبعد كده تشترك فيه تخش تسجل في الاوليكس دون، هو 3 حروف او ال اكس بالانجليزي، بس الداخل جوه هتلاقي قليل قوي الانجليزي، لكن هتلاقي الاغلبيه روسي او اوكراني، اكيد هتبقى معاك زوجتك او هتبقى انت طبعا عارف روسي، فالموضوع هيبقى بالنسبه لك سهل.
ساعه ب 6500 جنيه، حاجه بصراحه بيكتبوا ارقام غريبه في حاجات مستعمله. ميداليه اهي 90 جنيه، مكتوب عليها عربي اهي والله تقريبا، ولا انا ما بشوفش، انا متهيألي ده عربي. يعني ايه، خلينا نخش على الميداليه دي قبل ما اقفل الفلوج. والله انا ما يعني الكتابه دي غريبه، مش عارف، بس في روسيا هو، فايه خلينا ما نفتيش ونكبر دماغنا. يعني بقول لكم بوريكم، انا مره شفت واحد عربي عارض خاتم مكتوب عليه الله، بس والله لقيت المقاس بتاعه صغير مش هيجي على قد، كان نفسي اشتريه بس ما حصلش نصيب. ده الموضوع بتاعنا النهارده، يا رب الحلقه دي تكون عجبت حضراتكم، يا رب اللي انا بقدمه بعمله يسعدكم، يا رب نتفق على مدينه ان شاء الله باذن الله. انتظروا العقارات والاراضي والبيع والشراء بالنسبه للعقارات، للناس برضو اللي ما زالت بتسمع كلام ان العقار مكلف، وما تخيبش خيبتي وتعمل زيي وتشتري عقار وتقعد توظف فيه وتقرفك. اشتري حاجة جاهزة، خليك في شقة افضل، تفتح مفتاحك بابك وتقفل على نفسك، محدش هينط عليك. طبعا حاجات كتيرة قوي، عربيات وزي ما انت عاوز تقول. دي كانت حلقتنا النهاردة يا جماعة، صباحكم ورد وعسل وبحبكم. يا رب الايه الفلوج ده يكمل وانزله النهاردة او انزله بكرة، لان انا بكرة عندي شغل، بس عاوز اتفرج على ماتش الزمالك النهاردة. وصباحكم ورد وعسل وبحبكم، افضل احبكم، سلام عليكم.